أهلا أحبائنا المشاهدين، حديثي في هذه الحلقة عن ثمن تبعية المسيح. رح أخذ مكالمة الأخت يستينا من شمال أفريقيا. أهلا وسهلا أخت يستينا. أهلا وسهلا. ممكن بس تعلي الصوت شوي أخت يستينا؟ قلت لك أنا معك بس تسمعني؟ نعم نعم، قلت لك أنا معك يوستين، أهلا وسهلا بالجميع. شكرا، أهلا وسهلا فيك. تفضل أخت يوستينا. كنت بدي أحكي عن معاناتي، يعني كبداية وعن الشيء اللي أشتو، مش فقط لأني مسيحية من شمال إفريقيا، لا بل أني امرأة، وأنتوا عارفين أنه المرأة مضطهدة في هذا المجتمع. تفضل أخت يوستينا. نعم، أنا عرفت المسيح عن طريق أمي، يعني مش فقط وراثة، لا، أنا اختبرت المسيح شخصيا وشفت معجزاته في حياتي، شفت أنه تمجد معايا. أنا عابرة وأمي عابرة، أمي كانت تأخذني طبعا للكنائس لأنه هي أصلا أيضا عاشت مضطهدة حياتها كلها، كونها امرأة أيضا وكونها مسيحية ثانيا، لأنه الله يسوع وحده اللي عارف قديش نحن نعيش المعاناة في هذه الدول. المهم، نحن حاولوا يحرقونا في 2018، حاولوا يحرقونا داخل بيتنا. وباختصار يعني أنا بحاول أختصر قدر الإمكان، يعني بعدها هربنا من دولة إلى دولة، والدولة نفس الشيء، يعني اللي صار علينا اضطهادات أيضا في الدولة الأخرى، صار علينا شتائم ضرب، والسيد المسيح يقول الشتائم تتحول إلى بركات، واللعنات تتحول إلى فضائل. عشنا الكثير من المشاكل، كثير من الاضطهادات، حاولوا يغونا بالأموال كي نعود إلى الإسلام، ولكن لا يمكن المزايدة على إيماننا بالمسيح. أنا مستعدة أخسر العالم كله وما أخسر السيد المسيح، لأنه من خسر نفسه من أجل المسيح ربحها. آمين آمين. طيب، وشو صار معك أخت يوستينا؟ كملي يعني القصة. اللي صار معايا كثير شغلات، يعني حتى أقولها بدي وقت كبير، أنا بحاول أختصر نعم قدر الإمكان. اللي صار علينا مشاكل كثيرة من الحكومة ومن المحيطين أيضا، الناس اللي أدونا يعني اللي حاولوا يقتلونا كانوا مسلمين، هذا شيء معروف. يعني أنا مش بحاول أذكر الناس، لا بالعكس، أنا بحكي الحقيقة بدون تزييف، بدون مكياج. وإحنا للآن مرفوضين، أوكي، ونحن نقبل هذا الرفض، يعني تعودنا عليه، صار جزء من حياتنا، النبذ والرفض والاضطهادات والشتائم، وإذا شافوا واحد لابس صليب يروحوا يضربوه، ينهالوا عليه بالضرب، أمور كثيرة اللي صارت. ربنا يباركك يا أخت يوستينا، أنت والوالدة، ربنا يحميكو. وانت بتتكلمي من صميم الواقع اللي حدث معاكو، ولكن اذا ممكن اسألك ولو سؤال اخير بس، لانه في كتير مشاهدين، تعرف الاغلبية اللي بيشاهدونا من احبائنا المسلمين في شمال افريقيا والشرق الاوسط، طب ايه الرسالة اللي عاوزة توصليها بما انه انت اصبحت مؤمنة بالمسيح يسوع؟ أنا كنت بدي أوجه أنه مستحيل يتفرض بالقوة، أنه أنت لا تحاول تفرض ديانتك على الناس اللي رافضينها أساسا بالسيف، لأنه السيف ما راح يحل المشكلة، القوة ما راح تحل المشكلة، العنف اللي أنتوا تعيشون يا طول حياتنا، والنبذ اللي تعيشون يا طول حياتنا لمجرد أنه نحن نرفض إرهابكم. يعني لما تحاول تفرض علي عقيدة بالقوة ما أقبلها، حتى لو أنت قتلتني،
نحن ما نخاف اللي من يقتلوا الجسد، لا، هم روح ما بيقطعوا عليها، صح يقتلوا الجسد ولكن روح ما بيقطعوا عليها لأنها ملك الرب أكيد فقط. أكيد نعم فعلا. طيب ربنا يباركك يا أخت يوستينا، يعني أنت حكيتي كلمات قصيرة ولكن تعتبر مجلدات كأخت اختبرتي. وأنت إذا سمعت الحلقة طبعا أنا تكلمت إنه المسيح بالنسبة له عامل كل الناس بالتساوي، رفع من صح، شأن بالتسامح، وقيمة المرأة. صح فعلا. طيب ربنا يباركك أخت يوستينا، وإن شاء الله دايما بتكوني معنا على اتصال. ربنا يحميك ويباركك.